أيها الطلاب، ما الإجابة؟ لا فكرة لدي. حسناً، سأحلها بنفسي. أخيراً. انتبهوا. لنذهب. ابقي منخفضة. علينا الوصول للباب. واو. ها؟ أين نحن؟ إنها غرفة سرية. تقصد غرفتنا السرية. جميل، لنرتبها. واو، الكثير من الخردة والكثير من العناكب. بداية جيدة. هذا رائع. ستحتاج إلى عمل كثير، لكنه سيكون ممتعا. ماذا تفعل؟ هذا الكرسي لي. كنت هنا أولا. توقف. مهلا. تفكرين فيما أفكر به؟ الكراسي الموسيقية. سأهزمك. كلا، بل سأجلس أنا. كلا. أوت، مؤخرتي. انظر إلى ما فعلته. واو، كان هذا حظا جيدا. ماذا حدث للتو؟ سنستخدم هذا لصناعة كرسي. نحتاج إلى المزيد من الورق المقوى. هذا رائع، ابدأ بالرسم. هل أنت جادة؟ آمل أن ينجح هذا. سأستخدم إصيص النباتات هذا كنموذج. ولدي قلم بالفعل. سأرسم حول إصيص النباتات، ثم سألصق الأقلام فيه. هذا سيسرع الأمور. هذا ما أردته تماما. نجح هذا جيدا جدا. ما زال علي قطعه. علي الحذر، لا أود إفساده. أظن أنني انتهيت. لا أحتاج إلى هذا. سيكون هذا الإطار. والآن مسدس الشمع. سأمر حول الأطراف الخارجية بالغراء، ثم ألزق الورق المقوى فيها. علي الضغط جيدا ليلتصق. واو، يبدو هذا مذهلا. أحتاج إلى إطار ثان على الاتجاه المعاكس، وبعض الغراء لإحكامه. المزيد من الإطارات في المنتصف. مربعات الورق المقوى، شرائح داخلية ممتازة. هذا سيقويه. حسناً، والآن علينا تغطيته. هذا الجزء سهل. وهذا الإسفنج سيمنحه بطانة، فنحن نريد أن يكون مريحاً. وهذه البطانية ستكون كغطاء. إنها ناعمة جداً. سيضيف هذا بعض اللمسات النهائية. لقد أثرت إعجابي فعلاً. علي فعل هذا لكسب قوت يومي. علي الاستراحة. ليس بهذه السرعة، أريد تجربته. فقد كانت فكرتي في النهاية. ما زال هناك الكثير لفعله. أوه، ما هذا؟ نفد مشروبي. هل لدينا طاولة؟ مه، سأتركها هنا. يبدو ككتاب مشوق. من أين أتى؟ إنه عالق على قدمي، أبعدي. انظروا إليه وهو يحلق. لدي فكرة. لنبدأ العمل. شكرا. حان الوقت لنبدأ ثقب. سيغضب أمين المكتبة بسبب هذا. لقد ثقبت الكتاب. سأضع هذا على ناحية واحدة. انظروا إلى هذا. ستكون هذه القاعدة، وسأوصل بها هذا الأنبوب. سيعطيها بعض الارتفاع، ثم سأضع الكتب عليه، وسأرتبها في شكل حلزوني. سأضيف قطعة أخرى من الخشب في الأعلى. والآن لدينا طاولة. فكرة ناجحة. نحتاج إلى بعض الديكورات. جيدة جدا، أليس كذلك؟ مرحبا يا ليكسي، وجدت لعبة. وأنا وجدت نبتة. نحتاج للقليل من الطبيعة في هذه الغرفة. هيا لنلعب. لا أحب الألعاب حقا. أوه، أنت شريرة. أشعر بالملل. أوه، انظر إلى هذا، أريدها. أتحداك في مبارزة. لا تشير بهذا الشيء إلي. هيا، سيكون الأمر ممتعا. لما لا أخذ هذا؟ أوه، أنت بارعة. لا رحمة.
أين ذهب أموبيل إسفنجي؟ هذا هو على الأرض، انظر إلى كل تلك القطع. ما تساءلوا؟ أعتقد أن بإمكاننا استخدامها. يبدو هذا جيدا. سنرتب القطع الإسفنجية في صف، ثم سنواصل حتى الأسفل ونلصقها معا حتى نصنع بساطا. سأضعها هنا مباشرة. أحببته، إنها ناعمة جدا. يمكننا اللعب الآن. جاهز اللعبة. وهو، واو، هذا الكتاب مذهل. تفقدي قوس قزح الرائع هذا. أوه، ما هذا؟ مصابيح ضوء صغيرة، رائع. لكسي، لنصنع شيئا مبتكرا. أمسكي هذا، إنها طويلة جدا. أمسكت بكِ. مايلز، كلا، ماذا تفعل؟ أوه، سأنيرك. أشعر أنني سحرية جدا. أعلم ما سأفعل. سأضع الغراء على البالون المنفوخ، ثم سأضيف قطع ورق عليه. سأغطي البالون بأكمله، ولكني سأترك جزءا صغيرا غير مغطى. هذا مهم جدا. علي فرقعة البالون، وسأضع الأضواء الصغيرة داخل الثقب. لدينا مصباحنا الخاص، لكننا لم ننتهي. سأضع كمية من الغراء على كوب ورقي، ثم سأوصل خيطا وسأبدأ بلف الخيط على الكوب. سأحافظ على الخيط مسدودا ومثبتا، والقليل من الغراء لتثبيت الطرف الآخر في مكانه. ثم أحتاج إلى عصا خشبية. مسدس الغراء هذا مفيد. سألصق العصيان الخشبية داخل الكوب، ثم سأضع البالون الورقي. يبدو كمنطاد تماما. يمكننا تعليقه على السقف، ونحتاج إلى وضع مغامر في السلة. هذا مذهل. أنا فخورة بهذا. الجو حار للغاية. علينا تبريد أنفسنا. هل لديك أي أفكار؟ شغل المروحة. إنها لا تعمل، أظن أنها تالفة. ماذا سنفعل الآن؟ يمكنني صنع مروحتي الخاصة. طاية صغيرة هنا وواحدة هنا. تدا، رائع، آمل أن يساعد هذا. أجل، هذا جيد. هذه هي الأفضل. مهلا، يمكننا استخدام هذه لتزيين الحائط. فكرة رائعة. هيا بنا. سأبدأ بطي الورق. طي وثاني، ثم طي مجددا. واصل فعل هذا حتى الأسفل. اجعل الطيات بالطول نفسه. اضغط على كل طية لتكون محكمة. حسناً، يبدو هذا جيداً. والآن سنطوي الورقة إلى النصف، وهذا يعطينا مروحة. أمسك بها من المنتصف واستخدم دباسة لتثبيتها. هذا ما نحتاج إليه تماماً. والآن نلصقها معاً لنصنع ديكوراً للحائط. بحذر، لا نريد قطعها الآن. إنها ملونة جداً. لنعلقها على الحائط. يمكننا وضعها هنا. واو، تبدو جميلة ومريحة جدا. قمنا بعمل مذهل. إنها ملونة جدا. يا له من اختلاف، لن نغادر أبدا. مهلا، ماذا يحدث هنا؟ ومن هذا الرجل؟ ماذا نفعل؟ عودا إلى الصف الآن. أشعر بخيبة أمل، لأنني لم أعرف وجود هذه الغرفة من قبل. هذا لطيف جدا. لطيف. نأمل أن تغييرنا لديكور الغرفة قد أعجبك. لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة حين يتعلق الأمر بديكور داخلي، بل مجرد مخيلة عظيمة. أي جزء كان المفضل لك؟ أخبرنا في التعليقات بالأسفل. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، وتذكر الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة كهذا الفيديو.